بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا الفيديو ضمن سلسلة فيديوهات للتعريف في تمور المدينة المنورة المشهورة. ترحب بكم قناة خدمات النخيل من مزارع طيبة إخوان في المدينة المنورة للزراعة العضوية، وذلك للتعريف في أصناف التمور المشهورة في المدينة المنورة. قد سبق التعريف في فيديوهات سابقة عن تمر العجوة والصفاوي والعنبرة واللبانة والبيض، وهذا نوع آخر من الأصناف المشهورة لقد ليس فقط في المدينة ولكن في الحجاز عامة، وهو برني العيص. ويعتبر برني العيص من التمور المشهورة المعروفة، وهي تمرة جميلة الشكل مطوقة بطوق أبيض كبيرة الحجم، مشهورة وغنية عن التعريف، لذيذة يعرفها أهل الحجاز عامة وأهل المدينة خاصة، وأكثر ما اشتهر فيها هي منطقة العيص، وتستخدم تؤكل كما نقول فث أو مفرق أو تستخدم في الكبس، وهي من أجود التمور المشهورة في البرني، وهي تمرة لها لون مميز مطوقة بطوق أبيض. وعند تخفيفها يكبر حجمها ويزداد لونها جمال، وهذه تمرة برني العيص كما يظهر، هذا تمر برني العيص في المدينة المنورة. وهذا التعريف، وهذا الفيديو للتعريف بشكل تمر برني العيص ومواصفاته. تمرة مطوقة يبدو فيها ضيق في أسفل التمرة وطوق في أعلاها وانحناء بسيط في بعضها. هذه تمرة برني العيص من التمور المشهورة في المدينة المنورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك علما ينتفع به، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.